مرحبا شباب، يعطيكم العافية. في هذا الفيديو حنلعب بيبر ماريو ذا اوريغامي كينج. اللعبة نزلت جديد نفس يوم اصدار لعبة جوست اوف سوشيما على البلاي ستيشن 4. هاي نزلت حصرية على نينتندو سويتش. اللعبة من عالم ماريو بس ار بي جي غير الالعاب العادية، وحبينا نورجيكم اياها نص ساعة من اللعبة على السريع عشان تشوفوا اول شيء تنوع في الفيديوهات اللي في القناة عندنا على اليوتيوب، ثاني شيء محبين نينتندو يشوفوا الفيديوهات اللي بدهم اياها على قناتنا. فاحنا بقناة ليفل اب حنحاول انه نورجيكم كل شيء تقريبا نقدر عليه. حنحاول نلعب نينتندو، حنلعب اكس بوكس، حنلعب بلاي ستيشن، من باب انه نرضي الجميع. فخلينا نبدا. انا مشيت شوي في اللعبة تقريبا اكثر من ساعة، حوالي مشيت يمكن ساعتين كملت في اللعبة. اللعبة فيها شغلات حلوة، فيها العالم تبعها حلو، الجيم بلاي ممل شوي. حيكون لنا مراجعة عن اللعبة قريبا ان شاء الله. حنحاول انه احنا نغطي كل الالعاب اللي بتنزل على اي جهاز، حنحاول نغطيها في مراجعة على قناتنا، في حال طبعا قدرنا انه نوفرها باسرع وقت. طبعا نعرفكم على الشخصيات. ماريو، طبعا اللعبة اسمها بيبر ماريو، وهذا الاشي زي ما احنا شايفين انه الشخصيات كلها عبارة عن بيبر، عبارة عن اوراق. ماريو احنا شايفينه. الشخصية الثانية اللي معاه اللي هي اوريغامي اسمها اوليفيا. اوليفيا هي قصتها انه اخوها هو ملك، وخطف الاميرة البرنسس بيتش، وخطف القلعة كمان، قلعة بيتش كاملة اخذها ووداها على عالمه، وحول اغلب الكائنات لاوريغامي. الاوريغامي اللي هو الورق الياباني اللي بيسووا فيه اشكال، بعرفش هيك، نفس اوليفيا بالضبط، بيجيبوا ورقه وبقعدوا يطعوجوها في اليابان. هاي ثقافه يابانيه معروفه وبسووها على اشكال معينه مثل ما انتم شايفين اوليفيا. وحنشوف كمان هلا في العالم، هلا طالعين في تلفريك ومعاهم اللي هو القنبله هذا، نسيت اسمه، بومب شيء ما. المهم انه هذا يعتبر من الاشرار في عالم ماريو. في هاي اللعبة انت حتتحد مع الاشرار عشان تنقذوا عالم ماريو، او هو المشروم كينغدوم اسم المدينة تبعتهم. اوكي انو ماي سيلف سوري اي بروميس نوت تو سلو يو داون. اوكي بينج ماي نيم از اوليفيا، نايس تو ميت يو. اوكي تشرفنا. عندي في مشاكل في من هون في الجرين سكرين هيك وهيك. راح ان شاء الله المشاكل هاي بتروح، بس تكون الخلفيه سوداء بتبين اكثر، فهاي ان شاء الله راح احلها لقدام. هذا جزء جديد من عالم اللعبه، انا كنت في منطقه ثانيه. شايفين المعفن اللي في الزاويه هون؟ يعني انا لو اشر ما حيزبط، بس هلا حنزل عليه. هذا تود، اتوقع بتعرفوا تود، يعني اللي بيحضرونا من جمهور نينتندو بيعرفوا شخصيه تود اللي هو عايش في المشروم كينغدوم. في مليون تود هناك. تود موجود هون، والله اعلم الشرير ماسكه حاقد عليه نفس ما احنا حاقدين عليه، الكل بيكرهه ومحوله مجعلكه مسوي ورق وحاطه في كل مكان في اللعبه. فانت بدك تقضي اللعبه جزء كبير منها تنقذ في تود، مثل هذا مثلا، هيو مجعلك ومرمي في الزاويه، بس تسلخ الشاكوش على وجهه بيرجع طبيعي. هاي منطقه الخريف. اوكي طبعا هذا الجيم بلاي. هاي في سمكة، هاي غالبا اوريغامي. انا ليش وقعت هيك؟ هلا بنتحداها وبنشوف طريقة اللعب. طبعا حتلاقوا حفر زي هذول ما بتقدر تمشي عليهم، لو مشيت عليهم بتوقع. وفي اتش بي فوق هيك لانها لعبة ار بي جي، بالعادة ماريو ما بيكون فيها اتش بي، لازم نسكرهم. هذول الورق احنا بنلمهم عن طريق الورد والاشجار، بنلم الورق هذا ومنسكر الفتحات، ومن الفتحات هذول ناخذ فلوس. هذا طلع القنبلة جد بيمشي معنا، تقدر تضرب الشجر بأي وقت وبتاخذ الورق هذا. اوكي ما طلعتش سمكة، طلعت او شرير، طلع تود. حكيت لكم انا تود موجود في كل مكان، اي شيء بتلاقيه في وجهك بيكون تود. وحكينا لكم السبب الرئيسي في انه احنا بنلعب هذا الفيديو من باب التنويع. العاب نينتندو اغلبها حلوة، مشاهدينا مش كلهم كبار في السن، مش كلهم صغار في السن، فاحنا حبينا ننوع ونورجيكم كل الالعاب اللي بنقدر عليها. واذا عندكم العاب حابين نلعبها، يعني انا بفضل الالعاب الجديدة، الالعاب القديمة خلص الناس شافتها وموجودة على قنوات كثير في اليوتيوب،
وفي ناس يعني غيرنا لعبوها وما قصروا. الألعاب الجديدة إذا شفتوا لعبة جديدة وحابين نلعبها اكتبوا لنا إياها في التعليقات، ممكن نلعبها نجربها، ممكن تكون حلوة، ممكن نسوي لها أكثر من فيديو. احنا حاليا بنلعب Ghost of Tsushima، حننزل لكم فيديو عليها هاليومين برضو، لا مهمة من المهمات. مهمات الجانبية في Ghost of Tsushima كثير حلوة، يعني أحلى من القصة الرئيسية صراحة. فمشان هيك إن شاء الله هاليومين، شوف إذا في شيء مخفي هون، هاليومين بننزل لكم فيديو على Ghost of Tsushima برضو. أرشوليت بوبي، هو اسمه طلع بوبي. أوكي ماشي، مناش نخليه لحاله لأنه مش ثقة. وين راح؟ ها هيو. أوكي إن شاء الله هسه بده يفجر نفسه هون عشان يورجيني إنه ثقة. If we can't go that way I guess could see what's... لا ليش تعال، انت بنت قنبلة، ما انت ما ازن اخدمه، انا فكرته بده يضحي في حاله ولا يسوي شيء مهم. ما علينا. طيب هذا واحد مثلا من الاشرار. هو ذس انذر بوتنشال ترافلينج بودي. لا مش ترافلينج بودي، هذا شرير تحديناه. سولدر ذا دينجرز. هذا ما صدق يروح ينط عليهم على السريع. الترايتس هلا انت بتقدر تضربه او يضربك قبل بداية القتال، فانا لفيت حواليه وضربته عشان ابدا القتال يكون لصالحي، اكون انا نقصته من الاتش بي. معي 40 ثانية اعيد ترتيبهم، بتصير زي كأنه لغز، فانا اذا عدت ترتيبهم بشكل بفيدني. يعني هذا نوعا ما مفيد، بقدر اضرب اكبر عدد من ممكن منهم، فانا عندي المطرقة الشاكوش، بقدر اضرب 4 جنب بعض زي هذول، لازم اكبس بوقت محدد. اوكي ما ماتوا بضربة، وعندي البوت، بس انا ما بدي استخدم البوت، لا بدي اضربهم نفسهم عشان اقتلهم. البوت بقدر ادعس فيه على جومبا، هذول ما بقدر ادعس عليهم في البوت لانه على ظهرهم شوك. اللعبة واقعية. القنبلة هيك بضرب. اوكي تمام حلو، هيك بقدر اعمل بلوك للضربات اذا كبست في نفس الوقت اللي هم بضربوا فيه. هم هون تصفطوا جاهزين، فانا بعمل الدعسة. طبعا من الشغلات الحلوة بالحوارات اللي بحب يركز فيها، في جومبا في بداية الجيم بتقابله انت على اساس انه بيكون هو انه بيك فان لإلك، وبيجي بيحكي معك انه على اساس اول مرة يتقابلوا الاثنين في السجن، فبصير يحكي لك انه انا بيك فان لماريو، انه إلك وانا إلي الشرف انك تدعس علي في كل جيم. ففي حوارات هيك غبية، يعني مش عارف شو بتهيأله اللي كتب هذا الحوار. المهم لما تفوز على اي واحد بتاخذ الاوراق هاي وبتاخذ الكوينز. الصراحة الاشي مش مشجع والجيم بلاي طويل، عشان هيك بحكيت لكم الجيم بلاي شوي ممل، لانه شفتوا الجيم طويل، فما بستاهل انك انت تقعد تلعب كل هالجيم عشان تاخذ شوية كوينز، فانا بحاول اتجنبه واهرب منه. اوكي رحت على ديد اند برضو. تمام شكل لازم الف بسهولة، بتقدر تتجنبه الا اذا نط عليك جومبا من هون يعني. هاي تجنبنا. هذا السمك مش لاقي مي. Fish must spend their whole lives flopping around on the surface. ما شاء الله. لو ضربته شو بصير؟ بس تتوجع؟ اوكي مش مشكلة. هذول فيهم ما في تود هون الا ما يكون في تود. طيب ما بدناش احنا تود، انا اصلا مو طايقه، يعني خساره فيه الواحد ينقذه. بوت اول ذا واي. I'm in trouble but
يلا بتقعد تناقشوا على قارب هذا، خلصوني. هم ستايل العاب ار بي جي رسمي. اوكي البحيره جافه، فهمنا هذا الاشي، واحنا لازم نرجع المي فيها. If there was water we could try this boat. اوكي حلو، احنا نركب القارب هذا اذا كان في مي، لانه الطريق من تحت مسكر اصلا، فاحنا لازم نرجع المي عشان نركب القارب. لا ما بيطلع لحاله. اوكي في قرد فوق، شو بيسوي؟ Funny little guy, monkey, what are you doing up there? شكله مستحي. A lot of canned food must be in there. معلبات معلبات معلبات. اوكي فهمنا هذا الاشي. احنا شفتوا تود هيو. تعال يا معفن. اوكي ماشي شاطر تود. هذا القرد جد مستحي، فاحنا بدنا نشوف لنا طريقة كيف نوصله بدون ما هذا القنبلة بده يغثني كل شوي، بده يروح اوفر هير. هناك في مي، تمام. هاي السمك بيسبح ومبسوط هناك، وهون السمك مش لاقي ياكل او مش لاقي يسبح عفوا. طيب شو بدنا نسوي؟ بدنا مفروض نجيب لهم المي. في طريق من هون؟ لا. هاي إشارة لبوس معين، شكله بيشبه تنين مش عارف، بس إنه هي إشارة بوس، إحنا كانت موجودة في الشابتر اللي قبليه، وكان معناه إنه في، لا بديش أوقع، يا الله، أوكي، كان معناه إنه في بوس، فبدنا نشوف إذا بنتحداه، إذا موجود هلا، نتحداه، إذا مش موجود إحنا بنكتفي إنه إحنا ورجيناكم جزء من اللعبة، وإذا اللعبة عجبتكم تقدروا تشتروها، موجودة على نينتندو سويتش. بالنسبة إلي شخصيا هحكي لكم مراجعتي في اللعبة إن شاء الله خلال أسبوع، بس أختمها بعد مراجعة جوست أوف تسوشيما. اللعبة يعني مسلية، إذا أنت بتحب ألعاب ماريو فمسلية، يعني فيها أفكار كثير حلوة، دائما ألعاب ماريو بيكون فيها أفكار هيك تسلي. شوف وين جابوني، هاي تود، فانت بتقضي وقت عليها، خاصة اذا عندك اولاد او اذا اخوك الصغير تسلى معاه، تقضي وقت عليها جد، وما بتحسوا بالوقت، فيها افكار كثير، بتقعدوا كيف انك تدور على او تفتش في العالم، كيف تحل الغاز، كيف تفوز المراحل او التحديات اللي فيها. طلع باب، ما بتكون صعب كثير، بس يعني برضو ما بتكون هيك سهلة انه اي حدا انه انت بدون ما تفكر، لا بتعطيك فرصة انك تفكر وتطلع النتيجة، كأنه هذا، لا هذا شاي جاي دعست عليه. يلا هي نشوف فايت ثاني، هذا شاي جاي بس طبعا محولينه لأوريغامي، هذول كلهم محولين لأوريغامي، الورق اللي حكينا عنه الياباني، فاحنا بدنا نرتبهم. كيف بدنا نرتبهم؟ هيك وهيك، ايوه هيك صاروا الاربعة جنب بعض، بقدر اسلخهم بالمطرقة او بالشاكوش. المعفن قنبة ضل عايش بس القنبلة قتله، فممتاز خلصناه على السريع الفايت. كوين وين؟ مور، تمام. بديش اضرب القنبلة انا، بدي هون هاي النجمة اللي شوي. طيب هون في طريق، هذا الكرسي فايدته انك تقعد بتعالج نفسك هون.
نفس جو هولو نايت. اللي لعب هولو نايت بيكون في كرسي بتقعد عليه وبتتعالج. هاي يا عم ماخذين الفكرة من هولو نايت. طبعا اللعب هولو نايت انا متأكد انه هي واحدة من افضل الالعاب عنده. لا لا بديش اقعد مرة ثانية. هم عاملين هذا المكان كله بس للكرسي، يعني هذا المكان كله قاعدة. طيب خلينا نروح الطريق من هناك، بدناش شاي جاي زحلق. هو اسمه شاي جاي عشان لابس قناع على وجهه، فانه هو بيستحي يعني. ووتر شراين، هذا معبد الماء. وين بوبي؟ ايه وين نلاقيه هذا؟ هيز جون. يلا خلصنا منه. Probably got excited around. He's good. He wants to show us. مش عارف شو. اوكي اوكي. طبعا في فيديو سماش اللي نزلناه من كم يوم عملنا فيه مسابقة، اذا انتو شفتوه المسابقة بتقدروا تشاركوا فيها وبتقدروا تربحوا جوائز معنا. وراح ننزل فيديو يوم الاثنين حنعلم فيه اسماء الفائزين. تقدروا تشاركوا معكم ليوم السبت، تكونوا مشاركين عشان السبت حاخذ الاسماء اللي شاركت وانزلها اعلن عنها يوم الاثنين ان شاء الله. نعمل السحب. وهذا القنبلة شكله جد ضاع، فاحسن يعني. هو كان كثير غلبة وكثير حكي. لازم نرمي الورق هون عشان نسكر الفتحة. الفتحات هاي شو سببها؟ انه هو الاشرار عملوا وحوش كبيرة عملاقة من جومبا ومن شاي جاي، وصاروا جومبا بالذات صار ياكل في الارض، صار ياكل في كل مكان بيلاقيه. كل الورق اللي موجود في اللعبة صار ياكله، فمنهم الارض والشجر والدرج واي شيء. هاي زي كل العاب ماريو في اشياء بتجمعها تكون منظر حلوة، فانه في ناس بصير عندها فضول انه والله بدها تجمع كل اشي. فهون عاملين لك متحف زي انيمال كروسينج، اذا بتجمع كل اشي فيه مش عارف شو بيعطوك، جوائز، اسلحة، لبس، ما عندي علم صراحة، بس ما جربت اجمع اشي لهلا. لا 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 بدناش قومبا، بدناش قومبا. طب هذا كيف بدنا نهرب منه؟ زحلق. أيوة 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 تمام. هيك وصلنا للبحيرة اللي بدنا نوصلها. يي يي خلص الورق. تعال نجيب ورق. في شجرة أنا شفتها هون. بديش ورق. طيب نشوف. لا طيب نجرب نشوف من هون. هاي شجرة صح. تود في الشجرة، شوفوا وين واصل تود. كثير ثقيل دم. ما هذا زنخ شخصية. الحمد لله انه مش موجود في سماش. جمع جمع ورق، جمع ورق، جمع ورق، جمع ورق، جمع ورق. كمان 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 كمان. طيب نشوف البايب هذا وين بوصل. غالبا البايبات هاي بترجعك لواحد انت مريت عليه قبل هيك. هذا احنا شفناه من تحت عند القرد اللي بيستحي. هي تحت هناك. هناك هاي الحشرة اكيد تود. شفتوا؟ طيب بدنا نشوف هاي الشجرة برضو اذا فيها اشي. ننزل. يلا يلا بننزل، مش مشكلة. رجع هرب القرد. الحشرة هاي اللي هربت فوق برضو تود. عندنا هاي هي الميزة الجديدة في اللعبة، انك انت بتقدر تستخدم الايدين عشان تمسك الاشياء. هاي مثلا زي هيك ضربت الحشرة، تقدر تفتح فيهم صفحات، تقدر تسوي اي شيء، بس لازم تكون علامة الايد تحت عشان تستخدمها. هذا وين رايح؟ أزقع وجهه. طيب نرجع ل
طب كيف نلحق القرد هذا؟ مستحيل. يا نزلنا كثير. طب اوكي بدنا نرجع لعند لعند القصر اللي رحنا له قبل شوي. امشي عدل لانه ورقه مش الواحد بيشوفوش الابعاد تبعته بتخزي. لا مش هون. طلع طلع كيف ويا يمين يا شمال. اوكي هون هيك عشان نقدر نشوفه. رسم العالم حلو في اللعبة يعني مش سيء. هيك كل شيء كرتون وورق فتغيير عن الرسم العادي. هذا على شكل تود. ما يطلعش تود عن جد هسه. هذا شكله باب ها. طلع تود. اوكي اسلخ على وجهه. ثانك يو ماريو من الجامد. اوكي فوريفر احسن. This is one of the sensor labs satellite of. اوكي هذا المختبر حكى لنا عنه قبل هيك انه بتقدر منه تشحن بطارية جهاز. الجهاز هذا وظيفته بس يحكي لك اذا انت قريب من تود او لا، اذا في تود حواليك او لا. طبعا انا مش مهتم فيه لان بديش انقذهم لانه ثقال دم فما بدي اشحنه. ايش بسوي؟ هي عاد لما تلهوني انتوا اقعد اشرح لكم وما انتبه شو بصير. ببعتني فاكس للمختبر الثاني. شو ثقل الدم هذا؟ لا ما بدي. Do you like to visit? Yes yes. شو الافكار الغبيه هاي؟ حلو هيك بقدر اتنقل من كل بين كل واحد وواحد. تمام. هذا حرفيا بيبر مستخدمينها بكثير شغلات. طيب يلا يلا اللودينج جيلدن. طبعا احنا حنخلص من اللودينج للابد قريبا لما ينزل تنزل اجهزة الجيل الجاي. هذا الكرسي عشان الاستراحات. ابعد 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 ابعد. لا بدي ولا بدي اتعرف عليك. تضيع وقت الجيم معك يعني. لو في نص فايدة من الجيم. هذا السمك في منه اورجامي. اوكي اخذت القلب على الفاضي. هي هذا السمك اورجامي. الاورجامي بيكون بقدر اتحداهم. ما انتبهت شو حكت. لازم ادعس هون ولازم يكون معي واحد عشان افتح الباب. والمعفن هذاك التافه ضايع. هذا تود. بقدر انط في المي؟ لا ما بقدر. الورق بخرب في المي لانه ماريو بالعاده بيقدر يسبح يعني من كل في كل الاجزاء بيقدر يسبح. هاي ما سكرتها. فنخزن. هاي السيف بوينت عاملينها هيك كل مكان بتروحوا في كم مكعب لازم تخزن عندهم. وهاي لزقة بس ما بعرف كيف بدنا نشيلها. لازم نوقع الحجر اللي فوق بعدين. خلي اللي وراها تود فمش مستاهل. مش بعدين شكله. هسه حننقذه. حظه. ترى كيف قاعد قاعد رجل على رجل المعفن. خذ 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 يا زبالة. طب ليش ما بقدر شو اسمه انط للجهة الثانية؟ لحظة اجرب.
خلص الورق عندي. اوكي نجرب ننزل فيه بطريق في الجهة الثانية. لا طيب اوكي هلا بدنا نسحب على هذول. لا 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 يلا بتشوفوا لنا تشوفوا التحدي كمان. معاي 40 ثانية ارتب هذول. في لهم ترتيب؟ في لهم ترتيب. لحظة اشوف هيك هيك. لا ما لهم ترتيب بهالشكل، كيف بدي ارتبهم؟ والله ما عارف حيخلص الوقت وانا لسه مش مرتبهم. هذا بقدرش احرك يمين شمال بس هيك. ان شاء الله عمرهم ما ترتبوا. ها بدي ارتب الحين. ابعد ولا لا لا ضربت غلط. كله منك. طلع اجا هون المعفن. هيك هيك ما حموت. هرب. تعال 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 تعال. ليه ليه معصب؟ روح انصرف. وين صاروا هذول؟ ايوه هيك هيك ترتيب تمام. طيب هذول شاكوش عشان نخلص منهم. وهذول برضو شاكوش عشان نخلص منهم. هيك خلصنا منهم. طيب انا اتوقع اني حكمل الاستكشاف في الموضوع هذا لحالي. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ابعد ابعد. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. احكوا لنا في التعليقات اذا عجبتكم اللعبة او لا، واحكوا لنا اذا عندكم نينتندو سويتش او لا. برضو مش غلط، احنا بنلعب اونلاين وبنلعب سماش، ممكن نسوي اشي مع بعض، ممكن نلعب مع بعض في اي وقت. واخر اشي احكوا لنا برضو اذا حابين نلعب لعبة ثانية على القناة. كان معكم عماد من ليفل اب، في امان الله.